مهرجان الخليج مهم جدا لأنه يدعم الخليجيين بالأخص. ليس مهرجان عالمي ولكن مخصص للمواهب الخليجية الموجودة، يضم كل الخليجيين في مطرح واحد مثل قلب الخليج في دبي. أهميته أنه بيعمل غرس لصناعة السينما داخل منطقة الخليج. مبسوط جدا بالمستوى العام للمهرجان حتى الآن. يعني مكان فظيع ان الواحد ممكن يعرض افلامه، لان احنا في الخليج الله يسلمك ما عندنا مكان نعرض افلامنا، افلام قصيره ما حد يسمع عنها، ما نبي نعرضها في اليوتيوب ولا في الفيميو، نبي نعرضها قدام مشاهدين، وهي مكان ممتاز صراحه ان الواحد يعرض افلامه. What's great about the Gulf Film Festival, it's more intimate than Dubai Film Festival and Abu Dhabi Film Festival because they're very huge, but this one is more small scale, so you really get to meet and network and be with other filmmakers and really get a chance to sit with them and talk film, talk like our passions. It's amazing how much the people and the local people from UAE are supporting us and supporting the film. I'm very happy with that, really. فاليوم أول يوم عندنا ريد كاربت، فشعور وايد حلو كصانعة أفلام جديدة مخرجة. أنا نحضر ونشوف مثل هالإعلاميين المعروفين، يعني شفنا وايد ممثلين وإعلاميين وصحفيين ومذيعين. الخليج في فنانين كثيرين شغالين تلفزيون مسرح، لازم يشتغلون السينما، لازم يعرفون من السينما، لازم تكون عندنا استوديوهات في الخليج يعني تسوي أفلام. نبغى نشوف سواء كنا من الكويت أو السعودية أو غيره، ونبغى نشوف سينما، صناعة سينما والسينمات في بلادنا، وتساعد على تثقيف المجتمع وعلى تدوين تاريخنا، لأن السينما هذه وظيفتها تدوين الثقافة وتعليم الثقافة للغير. نتمنى إن شاء الله أن السنوات الجاية الواحد يتعلم منها أكثر، يثبت خطاه بشكل أفضل في هذا، لأن المجال صعب، مجال متطور كل يوم فيه جديد، فبالتالي أنت كل ما تشتغل تلاقي فيه الأحدث موجود. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن الظن، وأن نخدم مجتمعنا، مجتمع الإمارات وثقافتنا بتواجدنا إحنا كفنانين الإمارات في هذا المهرجان.